جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ما أدركته مع الإمام من الصلاة يعتبر أول الصلاة أم آخرها؟ ولكي يتضح السؤال، في صلاة المغرب مثلا كنت مسبوقا بركعة واحدة، هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟ الصحيح أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه أنه يكون أولها بالنسبة للمسبوق، فإذا سلم الإمام قام المسبوق وأتى بما بقي عليه من صلاته، فما أدركه مع الإمام يكون أولها، وما يقضيه يكون آخرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا يدل على أن ما يأتي به بعد سلام الإمام إتمام للصلاة وهو آخرها، وأن ما أدركه مع الإمام هو أولها. وأما رواية وما فاتكم فقضوا، فالمراد بالقضاء هنا هو الإتمام، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالقضاء قد يطلق ويراد به الإتمام. نعم.